كاملين، كنشكروا كاع الناس اللي ساهموا في نجاح هذا الافتتاح ديال الشوروم، الفرع ديال مدينه، الفرع الاول راه عندنا في مدينه فاس في عاصمه ديال طريق صفرو، وهذا الفرع الثاني نزولا عن طلب ديالكم، نزولا عن طلب العريسات اللي باغين شي حاجه من فاس، و ميم طون تكون عاوتاني تقاليدنا هنايا ديال صفرو، يعني لو ميلونج ما بين فاسي وصفريوي اللي هما بجوج كيكملوا بعضياتهم. كنشكركم، كنشكر الصحافه، كنشكر لي تريتور، كنشكر لي ميكاب ارتيس، كنشكر لي مانكا، لي دي جي، الكاميرامان، المهم ما غاديش نقول الاسماء، ولكن كنشكركم كاملين. فرحانه بزاف بالنجاح ديال هذا الافتتاح، وكنشكر الناس اللي ما كتعرفناش ومن بعيد كيقول لك حنا غير كنشوفوك في لي ريزو سوسيو، وجاو من مناطق بعيده من غير صفرو، اللي تفاجات بهم جاو الناس من المنزل، من هرموم، من البهاليل، من مناطق بعيده شي شويش، من واحد ديال مزار قال لك حنايا متبعينك، ولكن دابا ملي قربتي المسافه فرحوا بزاف، لان حتى انهم يديبلاصاو حتى لفاس كانت شويه قاصحه. الوغ شكرا، شكرا لهذا الدعم، اللي انا في الحقيقه تفاجات، انا كنقول عاد زعما غادي ندير لو بخومي با، ابارامون هذه راه غير تعزيز للخطوات اللي ديجا كانت هنايا. كنشكركم، واكيد انا غادي نوعدكم، كنوعدكم وكنوعدكم، هذه ماشي كلمه غير هذا، بانني غندير لكم اثمنه اللي غتكون مناسبه، يعني الاثمنه ديال الدجاج واللحم اللي غالي انا غادي نقصف من عندي، ما عندي. الوغ بالنسبه لادغيس ديالنا بن صفار، كتوصلوا للبنك الشعبي، اون فاس البنك الشعبي كاين واحد الدرب اللي فيه اتصالات المغرب، وفيه واحد الغيستو، واحد الغيستو اللي هو مشهور التاويل، اللي حتى هو عرف الافتتاح ديالو، عرف النجاح كبير، حنا جيرانهم، حنا ملاصقين معاهم، فمرحبا بكم، واللي بغى شي حاجه يتواصل معنا عبر الواتساب، النمره غادي نخليها لكم في لي كومونتير. كنشكركم، كنشكر الناس اللي جاوا عاوتاني دعمونا من فاس، الكاميرامان، كان الناس بزاف، المهم كنشكروا الناس ديال فاس والناس ديال صفرو والنواحي ديال مدينه صفرو، ومرحبا بيا عندكم، والله يكبر بكم. السلام عليكم، معكم شيماء بوجلال، جيت اليوم من مدينه صفرو افتتاح المحل ديال مدام رحمه الخليفي، كنتشرف بالحضور ديالي معاها، وكنتمنى لها مسيره موفقه ان شاء الله، وشكرا للجميع اللي حضروا معنا، وكنشكر الصحفيين، لي فوتوغراف، كل شيء، لي ميكاب ارتست بيان سور. كان افتتاح جميل جدا، والناس فرحانين ما شاء الله، وكنتمنى لها التوفيق والمزيد من العطاء والنجاحات. وبخصوص جديد ان شاء الله، كنحضر البوم جديد اللي غيكون قريبا مع فيديو كليب، وكنتمنى الناس استحسانكم، استقبال جميل جدا، وفرحنا وشتحنا ونشتنا، كانوا ناس رائعين، والناس تصفروا ما غريبش عليهم الكرم والضيافه. السلام عليكم، معكم شيماء من ليكيب ديال ال بيوتي، صاروا لي عاد حلينا همام في صفرو مؤخرا، المهم اليوم ان شاء الله جينا حاضرين مع لاله الخليفي رحمه، جينا نعاونوها، وميم طون عيطت لنا على حسب المستوى ديالنا وعلى ود ليكسبيريونس اللي ديجا عندنا في هذا الدومين، عيطت لنا باش نخدموا لي موديل ديالها. انا كاينه ان شاء الله هنايا معكم في صفرو، مرحبا بكم، ومرحبا بكاع العرايسات، ان شاء الله غادي نكونوا معكم ديما في كاع داكشي اللي بغيتم، وان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديالكم، مرحبا بكم. مهم خليكم هذا النهار، الله يكمل على رحمه بالخليفي بالخير ان شاء الله، وبمسيره جيده ان شاء الله، وبطول العمر. شكرا. السلام عليكم، اليوم انا فرحانه بزاف انني نكون في الافتتاح ديال مدام الخليفي، الله يدخلوا عليها بالخير والصحه والسلامه وكاع داكشي اللي تمنات ان شاء الله. غادي نعرفكم على راسي، معكم ريحه بديدي موديل. انا من الصغر وانا كنحماق على هذا الشيء، انني نكون في واحد النهار نكون انني موديل او واحد الممثله ان شاء الله، علاش لا، هذا حلم ديالي ان شاء الله، انا حاسه غادي نحققه كما حققت هذا الشيء اللي كتشوفوني دابا. وكنتمنى لمدام الخليفي مسيره موفقه في هذا الشيء، ومسيره موفقه لجميع المسلمين ان شاء الله، وليا حتى انا، وليكم حتى انتم. وبهذه المناسبة كنشكر سونتر ال على هذه الإطلالة ديالي الزوينة، هما اللي صابوا لي هذا المكياج هذا وهذا الشعر اللي أنا عجبني راسي، وكنقول لهم مسيرة موفقة حتى هما، ومسيرة موفقة لكم أنتم الصحافة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.